نستفيد بهذه المناسبة بالتلاميذ المتفوقين الحاصلين على نقاط جيدة بالمؤسسة، وكذلك نكرم أستاذنا والمدير المؤسسة الذي سيغادرنا ونوجه له كلمة الشكر على المجهودات التي قام بها والغيرة دياله، وكذلك نشكر أطر المؤسسة على المجهودات المبذولة والتضحيات التي قدموها من أجل إسعاد التلاميذ والرقي بهم. كان اليوم لنا الشرف أننا حضرنا مع الأصدقاء ديولنا في جمعية آباء وأموات وأولياء فاطمة الفهرية في هذا الحفل البهيج، حفل تكريم السيد المدير وبعض الأساتذة اللي غادي يغادروا المؤسسة ينتقلوا لمؤسسات أخرى، وحفل تتويج تلاميذ المتفوقين الأوائل، وكنتمنوا لهم التوفيق في المسار الدراسي ديالهم. اليوم قسم لنا الله أننا نكون من الحضور في الحفل الختام السنة الدراسية لمدرسة فاطمة الفهرية، وكنشكروا الناس اللي صاهرين عليها لا من أطر تربوية ولا إدارة ولا الجمعية جمعية الآباء اللي فيها ناس الحمد لله يبلون البلاء الحسن، اللي كنتمنى الله تبارك وتعالى أنه يتقبل منهم العمل ويعاونهم ويجعلوا في ميزان حسناتهم. كنهنيوا جميع الناجحين والمتفوقين واحد واحد باش ما ننساو حتى شي واحد، استدراك اصحاب البكالوريا مستدركين، كنتمنوا لهم النجاح حتى هما، كنتمنوا عطله سعيده للجميع، كنتمنوا التوفيق، كنتمنوا ازدهار هذا الوطن هذا بالوليدات ديالو بالمسائل جميعا الحمد لله. ومن هذا المنبر هذا كنوجه الرساله لبعض المؤسسات التعليميه اللي عندنا هنا في الرحماق، ما فيهاش جمعيات الاباء، ما فيهاش انشطه اللي كتحفز الوليدات واللي كتجعل منهم انهم يكونوا قدوات وان وترغبهم وتحببهم في المدرسه وفي التعلم وفي الازدهار وفي التالق. كان من هذا المنبر اناشدهم بانهم يحدوا الحدو الحسن ويمشوا الطريق الصائب ويعملوا على تحسين وتجويد المستوى التعليمي بهذه المنطقه هذه،